الكلام في سركو؟ مهما الست وصلت لنجاح وبقى عندها مخزون من المواقف والذكريات ما يتنسيش، الأمومة دايماً حاجة تانية. أول يوم سمعت صوت ابني، أول ما في الولادة، أول صوت الصرخة الأولانية دي عمري في حياتي ما أنسى. ممنوع الاقتراب والتصوير، ده المسلسل اللي زينة بتشارك بيه في السباق الرمضاني السنة دي مع المنتج أمير شوقي اللي كان أول واحد آمن بموهبتها. هو غامر بيا في أول بطولة ليا في التلفزيون، وكانت أول بطولة لبنت في التلفزيون، يعني كل اللي كانوا بيعملوا الأعمال اللي هي بطولتهم وكده كانوا نجوم كبار زي يسرى وما حفظ الألقاب طبعاً، إلهام شاهين، ليلى علوي، هي الناس دي اللي كانوا بيعملوا بطولات، إنما جيلنا والجيل اللي قبلي واللي قبلي كمان ما كانوش بيعملوا بطولات في التلفزيون. فلما أمير اداني الفرصة دي ونجحنا جداً وعملت اسم في وقت قصير جداً، وكان عندي خطوات كتير الحمد لله تساعدني إن أنا أبقى في مكانة أكبر من الأعمال اللي عملتها، وإن إحنا أصحاب وإن أنا بثق فيه جداً وإن هو أكيد منتج كويس. أنغام اسم كبير وصوت حلو وصوت مصري مهم جدا، وطبعا دي هتبقى حاجة كويسة ان هي تغني لنا تتر المسلسل، انا شايفة انها اضافة لنا حقيقة، وبشكرها جدا وبشكر وليد سعد وبشكر امير تعيمة وبشكر احمد ابراهيم وبشكر امير شوقي انه دفع كل ده. اغنية بجد حلوة قوي 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 قوي، يعني مش عارفة اقول ايه عليها لانه المفروض شهادتي فيها مجروحة، بس أكيد هتعمل هتحقق نجاح كويس قوي الحمد لله إن شاء الله.